أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كيبورد، وستشاهدون في هذه الحلقة أطفالنا ثمنا للحرب واستمرار الحزن في المآقي، وأيضا عودة الحياة تدريجيا للمناطق المحررة في تعز، والموسيقى تطبب أثار الحرب بأرواح الأطفال في عدن، واستمرار معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، وفي ألتشيفت هجرة العقول ثمن آخر للحروب وعدم الاستقرار، وفي ديلات استمرار مسلسل الفساد والنهب الميليشاوي، وأخيرا في تاتش روبوهون هاتف ذكي في اليابان، ما هو وكيف يستخدم؟ خليكم معنا لتتعرفوا عليه. ما يقارب العام على الحرب في اليمن، حرب قضت على ما تبقى من شبه حياة لدى اليمنيين، الحرب التي يفتعلها الكبار يدفع ثمنها الصغار، لم يعد شيء بمنأى عن الحرب وأثرها، والأطفال والطفولة أكثر المتضررين ومن يدفع الثمن وعلى المدى الطويل. لا يكاد يمر يوم حتى نفجع بكارثة يكون الأطفال ضحيتها، ولا يمر يوم حتى نشاهد صور هؤلاء الأطفال وهم جثث هامدة بأيدي أبائهم يشيعونهم إلى مثواهم الأخير بوجع العالم. صورة أب يحمل بين يديه فلذة كبده بكفن أزرق ممتقع الوجه دامع العيون ودامي القلب والروح والفؤاد. هذه الصورة هي التي تم تداولها هذا الأسبوع بمواقع التواصل الاجتماعي وشاركوها الكثير وجعه وفاجعته. انتقينا لكم بعض هذه المنشورات ونبدأ بمنشورة ناشطة وحدة ناشر، نشوف وحدة ماذا كتبت عن الصورة. وحدة كتبت: لعفاش والحوثي ودول التحالف، هل تستمتعون بمثل هكذا صور؟ هذا الأب لن تبرر له كل سياساتكم فقدان ابنته زينب. زينب لم تكن في يوم صاحبة سياسة، ولم تمسك بسلطة، ولا تعترض قرار، ولم تعبث بممتلكات الدولة، ولم ولم ولم. وأبوها أيضا لم يحلم بكراسي ولا مناصب، فقط كان يريد أن تكبر ابنته ليأخذها إلى المدرسة. المدرسة التي تمارس فيها اليوم سياساتكم بصراخات وأوهام. هذه الصورة ليست الأولى، فقد رأينا الكثير. وجع ومرارة وفقدان، هذه هي نتيجة ما يمارسونه الساسة. هذا هو أبو زينب بعيونه التي جمعت وجع العالم أجمع. بالله عليكم هذا هو الأب، فهل لكم أن تتصوروا كيف سيكون وجع الأم؟ هل تستوعبون كيف يصبح منزلهم بدون ضحكات زينب وشقاوتها؟ لم يعد الكلام يفيد، فكل يوم نغوص في بحر جرائمكم صراعاتكم، نحن من سيدفع ثمنها. وأرفقت بالصورة التي حدثناكم عنها. منشور آخر لفاطمة الأغبري على ذات الصورة كتبت: أقف عاجزة أمام هذه الصورة المؤلمة والدامية للقلب، عليك يا وطني. منشور آخر لذات الموضوع للناشط معاذ منصر كتب: معاذ على الصورة، هكذا حكم المتحاربون على الأطفال اليوم في اليمن وجعلوهم يولدون للموت. صورة تمزق القلب وتبكيه دما، أين سيذهبون من عدالتك يا الله؟ ومزلنا في أبرز الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وصورة أخرى من تعز من منطقة نجد قسيم بعد تحريرها. نقل لنا الناشط محمد سعيد صورة من هناك وكتب عنها. محمد كتب على الصورة: بعد تحريرها من الحوافيش ونزع الألغام، الحياة تعود تدريجيا إلى سوق نجد قسيم بمدينة المسراخ جنوب مدينة تعز. إرادة أبناء تعز تتجاوز كافة الصعوبات والتحديات والمخاطر، وتبعث الحياة في مختلف المناطق التي دمرتها آلة الانتقام. تعز ينبوع حياة وأرض سلام وتعايش وموطن حب وقبلة تسامح، ولن تكون يوما وكرا للإمامة أو مرتعا لجحافل الكهنوت. وقام بإرفاق منشوره بعدة صور من المنطقة تظهر عودة الحياة إليها.
ومن تعز إلى عدن ومجموعة صور أخرى لجانب من نشاط قامت به مبادرة صوت الحياة الشبابية. المبادرة استهدفت الأطفال في الأحياء والشوارع المدمرة نتيجة الحرب عبر إعادة تأهيلهم نفسيا من خلال الموسيقى والغناء. نشوف بعض هذه الصور. تظل الموسيقى غذاء للروح، ووحدها أنغام الموسيقى قادرة على إعادة ترميم ما أتلفته أصوات القذائف. وكما قال جبران خليل جبران وفيروز: أعطني الناية وغني، فالغناء سر الوجود. شكرا لهؤلاء الشباب لجهودهم لإعادة الحياة، وشكرا لمبادرة صوت الحياة التابعة لمؤسسة جدارية للتنمية والإعلام. اخترنا لكم مقطع من أحد أعمال هذه المؤسسة من فكرة صمود صالح و ياسر عبد الباقي، نتابع. ماذا أهديك يا أمي في الأعياد؟ ماذا عن بسمة في أحلى الأوقات؟ الزهور أم أجمل العطور؟ ماذا أهدي؟ هل تراني أخطأ؟ هل أعتذر الآن؟ أم أبقى دون صديقة وهذا محال؟ لن أدع الوقت يضيع بس أمضي في الحال، فالصداقة أقوى من أن تضيع في جدال. الصداقة أحلادية فيها أحلاما ذهبية، وفي رسالتي يقرؤون ولكننا قارئ بصداقة قوية نتعدى الصعب سويا. فهل ترون سوف يقبلون؟ سوف أحط يدي ساريهم جدي، ساريهم أني وفية لا أخلق عهدي. مرحبا يا كم كنت غبية، كم كنت أنانية، أعتذر لكم. اصرفوا مستحقات الطلاب، هذا هو هاشتاج أطلقه مجموعة من الطلاب اليمنيين المبتعثين في ألمانيا والصين للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة، بعد أن احتشد عشرات الطلاب من مختلف المدن الألمانية للاعتصام أمام السفارة اليمنية في برلين. وتفاعل مع الطلاب الكثير من زملائهم في كافة البلدان والذين يتشاركون الهم ذاته. جمعنا بعض هذه المنشورات، نتابع. للأسف مشكلة المستحقات المالية لطلابنا المبتعثين أصبحت من أكثر المشاكل المتكررة والمتفاقمة. كل 3 أشهر لازم يخرجوا الطلاب يتظاهروا أمام السفارات عشان يصرفوا لهم مستحقاتهم. هم راحوا يدرسوا ولا راحوا يطابروا أمام السفارات ويتشحططوا ببلدان العالم؟ نتمنى فعلا أن المهزلة هذه تتوقف، وأن يتم التعامل بمسؤولية أكبر نحو هؤلاء الطلاب وتسهيل المهمة التي تركوا بلدانهم لأجلها. والآن خلونا نشوف هذا المهزلة
المقطع الذي أرسله لنا أصدقاء البرنامج عبر صفحة كيبورد في الفيسبوك. والآن ننتقل إلى الموسيقار اليمني الكبير أحمد فتحي، وبمناسبة حصوله على لقب سفير النوايا الحسنة من مركز السلم الدولي لحقوق الإنسان، نختتم فقرتنا بمقطع من أغنية له نتابع. يا مليح الجبين لو يزرع عمري بنار الشقاء. المهم انت يا حياتي يا صديق فتنة، كلنا في الهوادة كلنا ولادة. المهم انت يا حياتي يا صديق فتنة، كلنا في الهوادة كلنا ولادة. نروح فاصل قصير فخليكم معنا. هجرت العقول، خسائر فادحة للبلاد. يتعرض اليمن إلى استنزاف كبير وغير مسبوق لطاقاته المادية والاقتصادية والاجتماعية وأهمها وأخطرها البشرية عبر هجرة العقول، سواء علماء، مخترعين، مبتكرين، مفكرين، فنانين، موهوبين وغيرهم. برأيكم مسؤولية من هذه الخسارة الكبيرة، وما هي طرق الحد منها؟ كان هذا هو التساؤل الذي طرحناه عليكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك حلقة اليوم، ونستعرض الآن أبرز تعليقاتكم. ونبدأ بتعليق أسامة الفهيدي، والذي كتب: السبب أن هنالك جماعة أتت من الكهوف لتدمر كل جميل في البلاد، فاضطر الكثير من المبدعين والعلماء والمفكرين إلى الهجرة من أجل أن ينجوا بأنفسهم من ممارسات وتعسفات هذه الجماعة. والسبب الثاني هو ماديا، لا يوجد أي تشجيع لمثل هؤلاء من قبل الدولة، تشجيع ماديا أو إعلاميا. كان هذا هو رأي أسامة الفهيدي. ننتقل إلى تعليق آخر لمحمود كمال، كتب: عدم الاهتمام والدعم والمجتمع التقليدي، متى ما تخلصنا من القبيلة ومتى ما حصلنا على إنسانيتنا سنحد من سفرهم. أتفق معك يا محمود تماما. ننتقل إلى تعليق آخر لياسر الوصابي. ياسر كتب: السبب هو عدم وجود عدالة اجتماعية والتحيز لأصحاب النفوذ والمال، أي أن فيتامين واو له دور كبير في يمننا الغالي، ومن هنا يهمش أصحاب العقول والمبدعين. ننتقل إلى تعليق آخر لحمزة الحمادي، والذي كتب: بعيدا عن الحرب والصراع وما آلت إليه، المجتمع اليمني بمؤسساته المختلفة غير حاضن للإبداع والعقول، الأفضل للعقول ليس البقاء بل الهجرة. كان هذا هو رأي حمزة،
تعليق آخر لعاطف السقطري والذي كتب: لم تقتصر الهجرة على ذوي العقول والإبداع بقدر ما أن مسألة الهجرة تكمن في الهروب من الموت الذي يستهدف العالم والمبدع والمسؤول وبالعموم حتى الخامل العاطل الجاهل يهاجر اليوم لنفس السبب، الهروب من الموت وليس لأنه مبدع أو منتج ومثمر. وبالنهاية يمكن الحل في عودة الحكومة من المهجر أولا حتى يعود الإبداع وذوي العقول. تعليق آخر لشذا الحرازي: شذا كتبت: اليمن اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا كانت تشكل بيئة طاردة للعقول منذ أيام الإمامة، وفرت باعتقادي فترة الحمدي وعدا لخلق بيئة أفضل، لكن عدم الاستقرار السياسي من حينها ساهم بطريقة أو بأخرى القضاء على هذا الوعد، ثم شكلت فترة صالح أطول فترة حكم من بعد الإمامة نوع من الاستقرار السياسي، لكن بسبب فسادها استمرت إما بطرد العقول أو باستقطابها حول الحاكم والحد من تأثيرها عبر توظيفها خارج مهمتها الأساسية. ومنذ رحيل صالح الصوري وعودة عدم الاستقرار السياسي للواجهة وتدهور الأوضاع الأمنية استمر السيناريو، ولا يمكن لوم الحوثيين على هجرة العقول لأن المسألة متجذرة، أما الحوثيين يلام على هجرة اليمنيين جميعا. شذا بتعليقها اختصرت الكثير وأوفت الموضوع، فعلا هجرة العقول ليست من الآن وهي مشكلة متجذرة في المجتمع اليمني بسبب الفساد. ونختتم بتعليق دينا ملهي والتي كتبت: حاليا السبب الأول والأخير هي الحرب، وليس هنالك طرق ولكن يوجد طريقة واحدة وهي انتهاء الحرب. أما بالنسبة للعقول المهاجرة فهنالك عقول من علماء ومبتكرين مدفونة بوطنها ولم تهاجر، بل همشت ودفنت بعكس من هاجرت ووجدت من يدعمها ويشجعها، وستعود بالفائدة أكيد على بلدها عند انتهاء أزمة الوطن والتخلص من العابثين به. بتعليق دينا نختتم أبرز تعليقات على موضوع هذه الحلقة وهي هجرة العقول، والخلاصة أنه لن يعود هؤلاء ولن يصح حالهم إلا بعودة الأمن والاستقرار للبلد. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. ديلات هذا الأسبوع: وثيقة مسربة انتشرت هذا الأسبوع وتداولها الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي. نشوف أولا صورة الوثيقة التي تم تداولها. كما شاهدتم الوثيقة أوامر لما تسمى باللجنة الثورية للحوثيين، أوامر بصرف مبلغ 250 مليون ريال يمني كتغطية نفقات فعالية في صنعاء للذكرى الثانية للشهيد. بكل استهتار مستمرون بفسادهم وعبثهم بالمال العام وتدمير ما تبقى من اقتصاد للدولة. ملايين تصرف لفعاليات وهمية، ونصف سكان اليمن يعيشون مجاعة وبحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وما زلنا بنفس المربع منذ عشرات السنين. والآن خلونا نروح نشوف الناس اللي انتقلوا من هذا المربع إيش جديدهم، وإلى فقرة تاتش. هذا الأسبوع في فقرة تاتش اعددنا لكم تقرير يكشف عن هاتف ذكي في اليابان يدعى روبوهون. لنعرف عنه أكثر نتابع هذا التقرير الذي أعدته زميلتنا ويام مختار. مخطئ أنت تماما إذا كنت تعتقد أن هذا روبوت فقط، بل هذا ما ستكون عليه الهواتف النقالة في المستقبل القريب، تحديداً في النصف الثاني من هذا العام موعد إطلاقه في الأسواق. ستتغير النظرة لعالم الهواتف كلياً. شركة شارب غيرت تماماً شكل الهاتف الاعتيادي، جعلته روبوتاً متفاعلاً أسمته روبوهون. يحتوي هذا الهاتف على كاميرا وجهاز إسقاط ضوئي، وفي الخلف شاشة LCD، فضلاً عن ميكروفون ومكبر صوت ونظام للتعرف على الصوت والوجوه. يستجيب روبوهون للأوامر الصوتية بإجراء المكالمات الهاتفية والتقاط الصور وإظهارها من خلال الإسقاط الضوئي على الأسطح البيضاء، ويستطيع التفاعل معك والرد عليك أيضاً وتصوير لحظاتك الشخصية
كمقاطع فيديو. يتقن روبوهون الرقص أيضاً، لكنه للآن يتفاعل باللغة اليابانية فقط، وجاري العمل عليه ليكون متفاعلاً بأغلبية لغات العالم. كوكب اليابان كالعادة يسبق العالم خطوات كبيرة للأمام في مجال الثورة التقنية. هذه المرة سبقتهم بالهاتف روبوهون. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، أتمنى أن نكون قد وفقنا بها، وننتظر اقتراحاتكم وتواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، الظاهر رابطها أسفل الشاشة. وبالأخير هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من منتجة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. نلقاكم على خير الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.